أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: يفتي البعض اليوم بجواز نكاح المسيار، وقد كثر الكلام في هذه المسألة، ونرجو منكم بيان القول الفاصل في هذا النكاح. زواج المسيار من ناحية العقد واستيفاء الشروط صحيح من جهة الشروط، لكن من جهة مصالح الزواج فهو فاقد لكثير من مصالح الزواج، فهو زواج ناقص المصالح، ليس فيه إلا مصلحة واحدة وهي قضاء الوطر فقط، وتفوت مصالح كثيرة فيه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.